الله أفلح من صلى على محمد وآل محمد. السلام على الحسين، السلام على علي الحسين، السلام على أصحاب الحسين، السلام على قدام الحسين ورحمة الله وبركاته. عندما أتى زينب إلى أخيها أبا الفضل عباس تطلبه الماء فيقول لها: ما يصعب علي اليوم راس الماي، ما يصعب علي اليوم راس الماي اجيبه وحدر كترة ناي عدمومة وحاكم البنين وخدرك المهيوب حالف عن نهر إلا قص زردومة. أنا قلتش كلام الروح ما مطيت كلمة المنة تطلع كوم معصومة. ما يصعب علي اليوم راس الماي اجيبه وحدر كترة ناي عدمومة وحاكم البنين وخدرك المهيوب حالف عن نهر الا قص زردومة. انا طيتك كلام الروح ما مطيت كلمة المنة تطلع كوم معصومة. اكف اكف من الحرب يا زينب تريدين يا بعدك لا يريد اطيج معلومه. اكف من الحرب يا زينب تريدين اسمحيلي يا بعدك اسمحيلي يا بعدك لا يريد اطيج معلومه. اللي ردوا شاردين اعتقد ولد العاص المنازع رقم تنازع هدومه. اللي ردوا شاهدين اعتقد ولد العاص المنازع رقم تنازع هدومه. انا ابن الرفع سيفه ونزل جبرائيل، انا ابن الرفع سيفه ونزل جبرائيل وقال الموت واجب كل من ويومه. انا ابن المغرب والساعه وقت الليل وعلى هم اليتامى تكثر همومه. أنا ابن الجابتة طلقت وصاحبي، أنا ابن الخلة لسه الكعبة مذمومة، أنا ابن القال يا عباس ما معذور، ما معذور إذا شاهد الزينب يوم مهضومة. وغلات شواربي سويتهم قشار، واسمع صوت منهم ثار تعلومة. الشمر قال للعمامة جاكم العباس خن بطل الحرب من نزل بالحوم، خن بطل الحرب من نزل بالحوم. وصلوا على محمد وآل محمد. رسالة مني إلى جميع خطباء المنابر وإلى شعراء العراق وإلى رواديد العراق الذي يقولون السيدة زينب ضربوها بالصياط. السيدة زينب ورت الله في الأرض لا يمسها إلا نداوة الله. وزينب مشن شفين عباس، وزينب مشن شفين عباس. اذا زينب تظل مرفوعة الهام، صحيح ميسرة بس الوقت كان وراك الشمر يمشي وقت قدام. وزينب مشان شفين عباس، اذا زينب تظل مرفوعة الهام، صحيح ميسرة بس الوقت كان وراك الشمر يمشي وقت قدام. يزيد وكل زمرته تخربطه وليش غير اختك شفيل اللي وصلت الشام قعدوا على الكراسي قعدة الشيوخ. صاحوا بتعلل بيهم سبع قام وصلت للقصر
وصلت للقصر ما فتح الباب، قالوا هذا حيدر جاي بيتان اخت عباس، وقفت وقفت حسين واليدنالها رايح للإعدام، وإلى الحشد المقدس وإلى شهداء العراق وقصيدتي ضد داعش الملعون، روح الغير دولة عمل بطولات، عراق وعد ديانة هواي صعبة، روح الغير دولة عمل بطولات، عراق وعد ديانة هواي صعبة، تهدد كربلاء بقصف الصواريخ، ابن حيدر علي فنك تقربه، تيبس شفت من نفكر حسين وبد بالماي خاف اعطش وشربه، متأكد واقول لك كون تحتار على كل بيت راح اشوف قبوه، اطب للسعوديه بسيف عباس، وتخيل نجيك وبيد جربه حتى لا اكون مقصر بهاي، وحق الحق ما خلي رقبه حتى لا اكون مقصر بهاي، وحق الحلقة ما خلي رقبة على راسك يطيح اليوم زلزال، لأن قررت راح الكون قلبه، لأن قررت راح الكون قلبه، وفلح مصلى على محمد وآل محمد.